طيب خلينا قبل ما ننظر للماضي ونشوف مستقبلنا في قطاع العقارات وماضينا كان ايه، ندخل على البورصة. رئيس البورصة يا أستاذ إيهاب بيقول للمواطنين إن البورصة هترتفع واللي عنده أسهم في البورصة في الفترة اللي جاية هتكسب في 2019. حضرتك شايف البورصة رايحة فين؟ ولو حضرتك بقى بشكل خاص كده عندك فلوس تستثمرها فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا انا بعترض ان رئيس البورصه قال كده اصلا. رئيس إذا البورصه ما قالش كده. اكيد. طبعا طبعا يعني رئيس البورصه عمره ما يقول ان البورصه طالعه والبورصه نازله، يعني ما يديش توقع اطلاقا. بيشجع الناس على الاستثمار في البورصه. برضه مش ده دوره اساسا، ورئيس البورصه طبعا انا على علاقه شخصيه بيه بالتاكيد. حضرتك عضو مجلس اداره البورصه يعني. فبالتاكيد هو بيتكلم عن ما مضى، يعني هو بيقول إن البورصة خلال الفترة الفلانية حصل فيها هذه الطفرة، بحيث إن ده يبقى نوع من التشجيع للناس إن اللي حصل ده متكرر، أو بما إنه حدث يبقى بيميل للبقاء. تمام؟ لكن هو ما يقدرش يقول إن في 2019 البورصة هتبقى كذا أو إن هي هتعمل كذا. طيب دي حضرتك نقطة. بقى إيه اللي حصل في البورصة على مدار السنين اللي فاتت وإحنا في لغط كبير جدا؟ يعني البورصة ارتفعت، البورصة الأسهم انخفضت في فترات قصيرة كبيرة جدا. لو حابين ان احنا نعرف من حضرتك دلوقتي طيب بشكل سريع البورصة كانت فين وحضرتك شايف 2019 رايحة فين؟ احنا بنتكلم على فترة زمنية قد ايه؟ يعني بنتكلم من التسعينات مثلا من يوم ما عادت البورصة، ولا بنتكلم من بعد الثورة؟ لا خلينا نقول من حدث اقتصادي مهم جدا اللي هو التعويم. من بعد التعويم البورصة حصل فيها طفرة كبيرة جدا طبعا، مما لا شك فيه. يعني من مؤشرها الرئيسي من مستوى 7000 نقطة مثلا وصل الى قرابه 18400 نقطه، لكن ده كان ناتج من ايه؟ ناتج من التغير في سعر الصرف، او ان قيمه السلعه اتغيرت بالنسبه للمستثمر الخارجي، زي اللي حصل في القطاع العقاري بالظبط. ان السلعه رخصت امام اللي جاي من بره او اللي بيشتغل بره، السلعه في الدوله رخصت لانها مقيمه بالجنيه، فعلشان كده بيحصل نوع من الادجستمنت او تعديل لحركه الاسعار تبعا للسعر الجديد، لكن مش بيبقى ناتج من أداء قوي للشركات أو أداء إيجابي أو نمو اقتصادي كبير. اللي بيحصل في بداية التحرير السعر الصرف هو adjustment لي أو تعديل للأسعار طبقا لسعر الصرف الجديد. فالبورصة فعلا طلعت بنسبة كبيرة جدا. البورصة رقم كام لو عايزين نصنفها للمواطن اللي حابب انه يستثمر امواله؟ لو هقول ان العقار مثلا او الدولار او الفوائد الناتجة عن ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، ولا البورصة؟ حضرتك شايف البورصة رقم كام؟ طيب احنا بنتكلم على استثمار احترافي ولا بنتكلم على استثمار شعبي؟ احترافي طبعا. احنا النهارده بنتكلم عن استثمار احترافي لان احترافي احنا معانا اتنين محترفين ولا في لا، يعني بنتكلم على يعني فكر استثمار احترافي. فكر استثمار احترافي مش انا كمستثمر اللي بقول. الاحترافي معناه ايه؟ هقول لحضرتك هشرح لك. ان انا فلوسي تكسب. هقول لا لا خالص خالص. لا احترافي يعني صناديق، يعني مستثمرين. مستثمرين يعني انا لما باجي. طيب انا كمواطن يعني فعندي فكر ان الاحترافي ان انا فلوسي تكسب اكبر عائد، فعشان كده انا عايز اشوف اي وعي. الاستثمار الاستثمار الاحترافي ده مختلف. هنا انا لازم اشوف سياسه الدوله ايه تجاه الاستثمار. في قراءات وابعاد كثيره. بالظبط كده. لازم اكون شايف السياسه النقديه في الدوله شكلها ايه، السياسه الماليه شكلها ايه. بس انا مواطن غلبان يعني. عشان كده انا قلت حاجه استثمار شعبي. الاستثمار الشعبي بقى قصه تانية خالص. الاستثمار الشعبي مكانه في الاصل هي البورصه، يعني الطبيعي ان هو مكانه في البورصه. ليه مكانه في البورصه؟ هي ايه اهميه البورصه دي اساسا؟ وجودها موجوده هي اساسا ليه يعني؟ البورصه بتتيح الاستثمار بتاعه رؤوس الاموال الصغيره ان هي تدخل في شركات قائمه موجوده وتساعد في نمو هذه الشركات. زي البنك، لكنها هي بتخش بطريق مباشر. يعني الناس لما بتحط فلوسها في البنك، البنك بيعمل ايه؟ بياخد الفلوس دي ويقرضها لشركات او مصانع بحيث ان هي تكبر. البورصه بتلغي الدور ده، بتخليه بشكل مباشر. انا دلوقتي معايا 10000 جنيه ما اقدرش استثمرهم في اي حاجه، ما اقدرش اعمل بيهم مشروع. 10000 جنيه مش هيعملوا لي مشروع، لكن اقدر اخش اشتري فيهم في سهم لشركه كبرى وابقى شريك في هذا السهم. الاستثمار الشعبي هل ده برضو من ضمن معانيه ان انا بستثمر فلوسي بنفسي؟ ما هو البورصه لسه انا لازم يكون طريقة عندي الاستثمار إيه هي؟ وسيط. انا ما بتكلمش طريقه الاستثمار اللي انا هدير بيها الاموال بقى، ده قصه تانية. الوسيط والموضوع ده قصه تانية. انا بتكلم على الفكره. حضرتك بتقولي الفكره نطرح في نحط في الذهب ولا نحط في العقار ولا نحط يعني اللي معاه 10000 جنيه. بس سؤالي البسيط، البورصه رقم كام؟ ما انا هتكلم. طب ما اديني فرصه. طب ما تديني رقم كام وبعدين تقول لي تفاصيل. رقم واحد
بس مش عشان انا في البورصه. حضرتك موافق؟ ما انا هقول لك اهو، انا وجهه نظري مختلفه شويه، انا بشوف ان لا. حضرتك موافق ولا مش موافق؟ وبعدين هنرجع ليك تاني. انا لا اتفق مع الترتيب، لان في الاخر تنويع الاستثمار هو الاساس. وحتى طبعا استاذ ايهاب بيفهم في البورصه احسن مني. انا بشوف ان صغار المستثمرين مش المفروض يبقوا موجودين في البورصه بنفسهم، لازم يبقوا موجودين من خلال صناديق او طرق اخرى تحافظ على اموالهم احسن ما يبقى هو بياخد القرارات وهو غير ملم بالابعاد اللي ورا الاستثمار يعني. بس في تنظيم يعني، دي الاليه اللي انا بتكلم فيها. يعني طريقه اداره الاستثمار دي قصه تانية. لكن حضرتك دلوقتي طرحت لي سؤال كده عام، قلت لي انا رتبت لك اربع خمس حاجات، رتبهم لي قول لي مين الاول. قلت لك الطبيعي ان البورصه تبقى الاول، مش عشان انا في البورصه، علشان ما فيش ولا حد، عشان حضرتك عضو مجلس اداره البورصه ولا اي حاجه، ولا خالص خالص. ولا ان انا بشتغل واساسا ان انا في شركه وساطه. طب بتستثمر اموالك في البورصه؟ انا ما بحطش فلوسي في البورصه لسبب هقول لك عليه. لكن عشان الحياديه من الخلاصه يعني، لان انا اساسا ببقى يعني عشان المستثمر يبقى عنده نوع من الثقه فيا لازم يتاكد ان انا ما عنديش اسهم في البورصه، وبالتالي مش هيبقى ليا توجيه. اي بس حضرتك مسؤول حكومي، حضرتك مش، لا أنا مش شركه مسؤول حكومي. سمسره. انا شركه سمسره، انا عضو مجلس اداره بورصه منتخب يا فندم، منتخب عن شركات الوساطه، دي قصه ثانيه. طيب خلاص. لكن انا في الاساس عضو منتدى بشركه اصول الوساطه في الاوراق الماليه. فعشان نكمل بس الجزئيه دي، خسرت كتير بسبب المنصب ده؟ هتكلم. طيب انا مش عارف اسال، مش عارف ارد. ادي يعني دي سؤال واحد ارد عليه. طيب اتفضل. طيب ليه انا بقول البورصه الاول؟ لان زي ما قلت لحضرتك، لو واحد باع 10,000 جنيه ازاي هيخش يشتري عقار؟ يشتري ازاي ب 10,000 جنيه؟ ازاي هيشتري مشروع قائم؟ ازاي هيفتح محل اصلا؟ معاه 5,000 جنيه، ازاي هيعمل بيهم ايه؟ مفيش في ايديه اي شيء يقدر يعمل بيهم غير ان هو يحطهم في البقاله. تقولي لي اشتري دهب، يشتري دهب بايه؟ ب 5,000 جنيه. 2 جنيه ده يعني ما يجيبش جنيه الذهب ب 5,000 جنيه. طيب ما 10,000 جنيه هيشتري 2 جنيه يعني ده. يعمل بيهم ايه دول؟ يعني يعمل بيهم ايه؟ والله حسب الذهب، بقى الذهب هيحصل فيه يوم ما يطلع الذهب هيبقوا مثلا ب 10,500 جنيه، بقى 11,000 جنيه، لكن في البورصه ممكن يبقى 20,000. ازاي بقى؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. اتفضل. يبقى معنى كده ايه؟ ان عشان في البورصه يعني مواطنين كتير هيجوا لحضرتك يعني بناء على التصريحات دي. هيروحوا يضخوا اموالهم في البورصه. تمام. بس المهم هنتكلم في الاليه بقى. بس حضرتك قلت تتدبلر كده. ال 10 هيبقوا 20 ازاي؟ هقول لك بقى، دي الاليه بقى بتاعت اداره الاستثمار اللي كان بيتكلم فيها امجد بيه، اللي هي اديها للمحترفين يديروها. لكن لو انا هديرها بنفسي، ال 10 دول ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 2. بعدين بقى ما هي اليه الاداره هي الاهم. احنا عايزين الناس البسيطه اللي هي ما عندهاش خبرات. حلو. في حاجه اسمها نقول لها نصايح، بما ان احنا موجودين مع اتنين من اهم المحترفين في قطاع العقارات وفي قطاع البورصه. يبقى في صناديق، في مؤسسات بتدير، او في شركات لاداره المحافظ يروح يحط جزء من فلوسه، هي اللي تديرها له. هي اللي بتديرها له، وهي اللي بتحدد له. يعني رقم واحد ان انا اشتغل عن طريق المحترف اللي بالتأكيد. هو شغلته الاساسيه انه بالتأكيد. يدور اموال المواطنين في البورصه. استغل الطروحات الحكوميه اللي الحكومه هتبتدي تطرح فيها خلال الفتره اللي جايه، واكتتب في شركات الحكوميه. هذه الشركات متصور ان، نظرا لان احنا بقى لنا 13 سنه الحكومه ما طرحتش، متصور انها تحقق ارباح جيده للمستثمر. بس الفكرة دايما مرتبطة عند الناس، وكنت بتكلم مع حضرتك فيها، ان اللي بيطرح من شركات القطاع العام دايما في البورصة شركات خسرة. مين قال كده؟ لا الفكرة السابقة، انا عارفة ان حاليا الطروحات الجديدة هتبقى للشركات اللي بتربح. اتأكيد طبعا. بالتأكيد. انا كمواطن بقى يعني ازاي ادخل ضمن المنظومة دي واتأكد ان الشركات دي هتستمر في الربح؟ ما هنا هرجع بقى نفس القصة تاني واقول لحضرتك، اللي بيدير يعني، لو انا هحط 10,000 20,000 جنيه في البورصة، يبقى هروح للي حد يديرهم لي. ماشي. لكن الطرح الحكومي لو أنا عايز أعمل أرباح قصيرة الأجل زي ما شفنا كده، زي ما حضرتك كنت بتقولي في التقرير، لازم أخش أستفيد من الطرح الحكومي ده، بحيث أن أنا بخش أكتتب بحقق أرباح قصيرة الأجل وسريعة وبخرج على طول. بستفيد من الطرح اللي موجود. موجود بقى في البورصة بعد كده أو ناوي تفضل في البورصة بعد كده، يفضل أن أنت اما حاجتين، يا اما تروح لشركه تدير لك المحفظه بتاعتك، يا اما في شركه الوساطه نفسها اللي انت بتتعامل معاها. كل شركه بيبقى ليها تقارير بتصدرها، تقارير بحوث ماليه وفنيه، وبتقول لك اشتري ايه وبيع ايه والكلام ده كله، وبتنصحك. طيب يعني حضرتك بتقول ان رقم واحد واهم شيء في الموضوع هو التعامل عن طريق محترف. طبعا. طب هي اصلا ما فيش تعامل في البورصه غير عن طريق وساطه يعني. طيب.
اتابع المحترف ده ازاي، ولا المفترض يعني ما هو في محترفين كتير في السوق، ازاي اختار شركه الاوراق الماليه دي عن شركه تانية؟ دي قصه تانية. دي احنا بنتكلم على الصناديق والمؤسسات، ان انا بروح لصندوق اشتري وثيقه استثمار في صندوق. لكن دي لو انا رحت لشركه سمسارة يبقى انا هشتغل بنفسي. يعني انا اللي هبيع وانا اللي هشتري، وشركه السمسارة بتديني الحاجات اللي ممكن تساعدني في اتخاذ قراري الاستثماري. لكن الصندوق او الوثائق الاستثمار انا بشتري وثيقه بسعرها معلن في الجرايد، بتعلن الوثائق وتغير السعر اللي فيها. كل اللي انا بعمله بروح البنك اشتري الوثيقه. الوثيقه دايما طول الوقت بتكسب؟ مفيش اوقات تطلع. ممكن لا تخسر؟ طبعا ممكن تطلع وممكن تكسب، لكن دايما زي ما برضو يعني ممكن تطلع وممكن تكسب، يعني ممكن تطلع وتنزل اقصد. يعني انا قلت انها تكسب طول الوقت، بس ممكن تكسب بنسب بسيطه يعني. وممكن تبقى بنسب بسيطه، لكن احنا بنبص دايما على المدى الاطول يعني.